محمد حرير أحمد وويل يرؤو صدحيو تبانجرا كونو حانون سنة مقالة هارجيسة إن كبادان تبان سندود وحانا ويل كان يكود عاي حانون كاكد عاي علوشا أو بارتاي كدي مركيا إسكو تاكتاي سحردو سيدا أي نوشيغين هول ودينا دا دختر كوين مقالة هارجيسة سند كي لبدا كون يسيدي دي أي أقلين كوبو هرييي لغو سمييي محمد إلا أي وقت غاسين ما أوسان عافي مادين ووحو حلير توقتا عالالا ها دختر كوين مقالة هارجيسة وهو شاقي إنه سمايين قلين يدعوين بلاشه سيدو كالي وحا هو شاقي إن بلك دبلو سماين دونو قلين كالي محمد لما نولا قويس كيسا وحانو نولا المان ميت كيسا كهلا حد بقفكي اللو قسو ديبو وحونا إي شاقي إنا بيهي وحانو سيهي هو يدينا أي وقت هربا إسكا كتاكتاي هدبا محمد وحو بشادة سوماليات كعودسان إيا إنا إيكا عاويان سيدو وحل لها دختر وحكا قبتا حانو كيسا أنا لبتشيرة أنا حنوسها سدحتشيرة كي يجي حقنا لو قوي كده جوا ليساره مركي ليساره وعلاش يدي سدي بين قطعي مركي نقطعين تاسورن دخاتيرن بالجودي مركي جوري سمحك هلاي مركي جوري شيء ولي حق تشري سن هذا المركي اللي حق تشري الدوادي بحرنتي مركي دم بي الدوادي مركي حرنتي دخاتير تلاقي كانوا بحرين كير حب كمان قبل كنا كوي قليل نجيا تختار كستلي جيا كوي قليل جيا مركي دم بكان لي كانوا روش قدين عني من تخر كي يسوي مركو كسوي شيء دين كمان قاعد سيدي ما هكذا كتير مرتا إن لبده كوني سيدي دي بديش هيك تي إن حنو كان وكوكو دعي إلا لبده كوني سيدي دي مركا أمس تجرب على قلا إلا لبده كوني سيدي مر مركي عن حاجة أنا نشوفها يلا يسار ما المي تنبه مركي لا يسار وأنا أسكع عادية وبعلاش قبس نكون بحر ملا فري مركو يحب ما نبى تخاطر وما أنت صدق اللي يقول إن فاملي جميل هو يا أبي أبو حنو سنة هو يدي أنا يربي يقول لمبيس ما قرانا كمان نقلي يسمى هي إن هذا يلا شو كتاه أنا إددي ولا شو كتري إددي أنا وش قيسا إن هل هل يلبا ما هيش لو كانت كنا وش مركا إمكا إمكا دكتور كم بتشوجا لكن بير كيارة إددي ولا شو كتاه هي إن سيدا وحلو جوكو قبتها مركا دكتور دكتور كا دايما هاي واحد كده كسته أقسمها بلاش يقصي فري تتكلم الدعوة نيا هذا رمل هذا تعود سنة يعاوي أنكرنا ولا يكير كارشان لا هاي نكنا نكير كار mid ka mid ah wadeenada dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxa iga warbixisay xaaladda Maxamed inanka yar anigu iga horeeyay laakiin 2008kii wuu yiri ila iyo 2008kii markaan waxba loo qaban karo waa ee inanka yar wuxuu ku jiray dhalinta kaanka hooyadiis way tuurtay aabina nin bukuska ha cid kale keer gareysana ma jirin intii aan ku sugnaa dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxa deeq soo gaarsiiyay Maxamed qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa kuwaasi oo ka shaqeeya arrimaha khayriga ah ilmaha yar wuxuu u baahan yahay in aad loo xanaaneeyo suu noo sheegay waalidkiisina ma haysto marka ilmahan wuxuu u baahan yahay in qacanta lagu qabto la taakuleeyo qof kastaana wixii karaankiisa uu siiyo xamdaxa October telefishinka caalamiga ah universal